والسلام عليكم مرة أخرى، نرجع لكم مرة ثانية. سلسلة سيتي سكاي لاينز، وهي سلسلة اللي هي تعلم سيتي سكاي لاينز. هالمرة بتكلم عن الزونز، زونينج والديستركس، وشو الفرق بينهم وشو يسوولك. وبعدين في الحلقات الجاية إن شاء الله بيكون في شغلات معقدة أكثر، ولا مش أكثر معقدة، بتكون متعمقة أكثر على أساس تعرفون شو الفرق بين كل واحد فيهم ومتى بيخذبكم. خلنا نشوفهم. أول شيء الزون، أول شيء يفتح لنا نحن اللي هو يسمونه لو دنسيتي ريزيدنتال زون، منطقة سكنية ذات كثافة سكانية منخفضة. وثاني شيء يطلع لنا هاي دنسيتي ريزيدنتال زون، منطقة سكنية ذا كثافة سكانية مرتفعة. واللي بعده لو دنسيتي كوميرشال زون، وعندكم هاي دنسيتي كوميرشال زون، وهنا شوي الاثنين بيتغيرون اندستريال زون، وبعدين اوفيس زون. شو الفرق بينهم؟ انا بقول لكم، نحن يوم نبدا اصلا يكون ما عندنا اللي هو هاي دنسيتي ريزيدنتال زون، لو دنسيتي. لو دنسيتي معناه بيكون عندنا بيوت، شوف اللون الاخضر الفاتح، هذا اللون الاخضر قامك. انا جهزت المناطق بس بنوفر وقت. البيت بيتطور، طبعا نحن تكلمنا عن التطور، يتطور بالخدمات، بالحدائق، بالمستشفيات، بغيره، بالمدارس، بالتعليم. هم اذا تي تاشر على البيت يقول educate more citizens building to be upgraded، يعني علم ناس زياده، ولا ابني مدارس اماكن تعليميه زياده عشان المكان هذا يتطور. ممكن يتطور انا الحين 15 يمكن اكثر شيء، ما حيتخلنا نشوف عندنا منطقه شوي متطوره نحن مثلا مش هني هايل. ما بنينا نحن، صدقون ما بنيت انا منطقه سكنيه منخفضه، لا بنيت هذه مثلا. هذا فول تو هاوس هولدز، بيتين، منو داخل البيت؟ اثنين مراهقين، اثنين بالغين، واثنين يعني ممتازين. في ناس تسكن في البيوت هاي، هذا هاوس هولد واحد، هذا هاوس هولد واحد، بتشوفون ناس تسكن. ما بيتزوج اظن 10 12 13 في هالحول، المفروض ما يتزوج 5 يمكن حتى او 4. هذا 24 هاوس هولد، شوفوا عدد الناس اللي فيه، شوفوا اكثرهم 7 اطفال، في 19 مراهق غيره، يعني هذا التوتل عندنا وايد يطلع اكثر. مثلا هذا البيت المثالي في 10 نفر، مش 10 لحظه، 5 10 اوكي 10 اوكي. شوفوا هو يتعلم، ترى يتعلمون، هم يتحولون للمرحله اللي بعدها، فهني هم يتطورون بالطريقه هاي ويوصل لحد معين. هذا في كالبدايه حلو، اول شيء ما في فلوس، وهذا مش مفتوح اصلا. وبعض الحالات اذا عندكم انتم في، واللي بنتكلم بعدين منطقة اللي هي مثلا غابات، منطقة بترول، ولا منطقة اللي هو تنقيب عن المعادن، بيفرق المستوى التعليم اللي تحتاجونه. في الشركات تحتاج مستوى تعليم عالي او اقل. الشوارع هنا يعني بيت ما يكون زحمة، كم بتحتاج شوارع على بيوت صغيرة؟ لهالسبب يوم نحن كنا نبدأ نحط شارع رئيسي واحد، وبعدين شوارع صغيرة لو تشوفون شارع رئيسي وشوارع صغيرة عند البيوت. ليش؟ البيوت هاي ما بتسبب زحمة وايد، فما بتحتاج شارع كبير، مش نفس البيوت اللي بعدها اللي بتحتاج كثافة سكانية عالية على الناس أكثر. بس شارع رئيسي كبير، لأن كل هالبيوت بيتوجهون لشارع رئيسي. الزحمة للي يعرف اللعبة هاي، زحمة الشوارع مصيبة، وأن يكون مدخل المدينة فاضي بهالطريقة، يمكن شفتوه في الحلقة الأولى، ترى شيء إنجاز، هذا يعتبر إنجاز. هذا الشارع متعوف عليه جدا الصراحة، عشان بيطلع بالشكل هذا. بس بعد شيء زحمة، مع كبر الشوارع في أماكن توقف، خاصة الصناعية هاي اللي وقت الظهر في اللعبة تكون زحمة أكثر. الحين ليل وزحمة والناس توقف، مسوي تحويلة قلت أجربها بس ما ظني وايدين ياخذونها، بشوفها الظهر وقت الزحمة نجرب تحويلات عسب نخبركم شو أفضل. هذا السهم الأخضر طبعا معناه قاعد يتطور، في مدارس في مكان ثاني يمكن يجون يروحون يدرسون، مواصلات، تحطوا لهم باصات، تحطوا لهم توصيل ولا آخره. بعدين بنتكلم عن المواصلات، بخليه حق حلقة ثانية لموضوع المواصلات بيطول.
فالحين انا بالنسبه لي افضل دائما ان المناطق الصغيره هاي ما تحتاج شوارع كبيره، بس خلوا الشوارع الاساسيه اللي عندها اساس يتنقلون من مكان لمكان كبير، عشان ما تستكون في الزحمه. مصيبه مصيبه اذا استكيتوا في زحمه في اللعبه، ما راح تخلصون شكاوي. المنطقه الثانيه اللي هاي ذات كثافه سكانيه عاليه قلنا عنها، هاي نبني العماير. هني شوارع كبيره، ليش؟ عماير اكثر، ناس اكثر، عايشين اكثر، معناه سيارات اكثر، معناه يحتاجون باركنات اكثر، معناه يسوون زحمه اكثر. فانك توفر لشارع كبير هذا شيء مهم الصراحه، والله شيء جدا مهم ان توفر لشارع كبير. اللي هني هاي لو اسوي لهم نفس شوارع المنطقه الصغيره بتشوفون زحمه لها اول ما لها اخر. مثلا شوفوا عدد السيارات اللي هني مستكه على الشارع، شوفوا، لانهم طالعين من المنطقه هاي مع ان الشارع كبير. حتى لو اكبر الشارع ما يقولون لا، يعني مثلا لو هي احط هالشارع اسوي له بجريد بعد بيتم زحمه، بعد بيكون زحمه. ها ما اقدر، شوفوا هني مشكله ثانيه مع الشوارع، لان حاطه هني خدمات فمش قادر، لازم احرك الخدمات بعدين ابدا احطي. سوري متطور اصلا نحط لنا الشارع الكبير، حكم علي. بس الشارع اذا صغير وايد لا، من 4 ل 6 يتطور، بس من 2 ل 4 ولا من 2 ل 6 ما راح يتطور اذا في خدمات، لانه بيحتاج مساحه اكبر. هذا شيء لازم تحطونه ببالكم. فهني مع الشوارع بعد في زحمه ترى، فالواحد لازم حتى في المدن هاي يسوي مخارج قد ما يقدر. يعني مثلا لو اسوي مخرج هني لين هني مثلا بعد افضل بمراحل، ولا اسوي مخرج حتى لو يزعلون شيء، مو مشكله، واسوي لهم مخارج زياده افضل للمدينه دائما. ولو اسوي لهم مثلا من هالمنطقه لمنطقه المكاتب، هم في حد اكيد يداوم هني يعني من المكان هذا. هذا دائما بالنسبه لي انا من افضل انواع التشكيل، من افضل انواع التشكيل. انا حطيت شارع كبير مشكله، ليش؟ لان كثره المخارج على المناطق بشكل ذكي راح تسوي فرق كبير. كلهم عندهم كهرباء، كلهم عندهم كهرباء، راح تسوي فرق كبير. طبعا الخدمات اللي راح تطورها، تبون تطورون هاي مثلا، تبون تطورون بنحط لكم شو هذا، ملعب كرة سلة. شوفوا المنطقة اللي يغطيها الملعب كبيرة، بنحط ملاعب مثلا. خلنا نشوف بعد فترة تلاقونهم ها تطوروا، مش بعد فترة، الحين قاعد يتطورون. شوفوا ليش؟ لان استوى عندهم خدمات، واذا بطورها زيادة بيقول لي بعدين شوي باقي عند صورة البيت هذا بيخبرني شو استوى. هذه المناطق السكنية طبعا ما وراها تلوث، وراها زحمة. الناس ترى تدخل فلوس، واذا الناس توصل للدوام تقدر تداوم، تقدر تدخل وتطلع، مدخول الشخص راح يرتفع. وفي اذا تبونهم يتطورون بعد اسرع، اذا عندكم خدمات كافية، تطوير الشارع شوفوا يخليهم شو يستانسون. حتى لو نفس الشارع، حتى لو ما اكبره، بس احط شارع بشير كلهم يستانسون. طبعا الميزانية الحين مفتوحة، في الوضع الطبيعي ما راح يكون البقريد بسهولة تامة يعني. هاي خليهم يستانسون، خليهم يتطورون، خليهم يبون يعمرون. مثلا هني ما عندهم تعليم، شو محتاجين؟ اي تعليم؟ elementary school، شوفوا المدرسة هاي سكول، هاي سكول، يعني في كل شيء تقريبا. المدينة الثانية مغطية فيها وايد تعليم، بس اذا غطيها هني مثلا كاملة بعد بيستانسون، يعني بدهم يتطورون. بس اذكركم في بعض الانواع العمالة، شوفوا كيف قاعد يتطوره، ها قاعد يبنون، قاعد يبنون، قاعد يبنون، يكبرون يكبرون يكبرون، يستوون شقق فاكبر فاكبر فاكبر. المنطقة اللي بعدها هي اللو دنسيتي كوميرشال، اللي هي محلات دكاكين. هاي دكاكين صغيره، اللو دنسيتي كثافه صغيره، يعني ما يستوون شركات ضخمه، ما يستوون الشيء الكبير، لهم حد معين. شركه صغيره، شركه توصيل، شركه دونت، مطعم ياباني، وهالامور يعني. هاي شو برنو بين كوفي كافيه هذا، وهاي الامور. جراج يمكن تحصلون، يمكن تحصلون هالسوالف، هاي الشغلات اللي تتطور لها. مثلا ها شوف، كل مطاعم. هذا محل اثاث، هذا كان بيتزا اظني قبل شوي، والحين شو استوى؟ ها استوى محل دونت مال شرطه. هذا اورجانيك فود بعد، والله شو عندهم اكل اورجانيك بعد في المدينه، عشان ما يزعلون. بس ان عندهم خدمات فيتطورون بسرعه. المنطقه التجاريه الثانيه انا بنيتها جنبها بالضبط هنا، شوفوا اللون الازرق الغامق هذا هني، هاي الغير،
هذي لا غير فول اند دنتل، يستوون مستشفيات، يستوون خدمات كبيرة، يستوون عماير، يستوون شغلات جدا ممتازة. طبعا حتى المناطق التجارية يتأثرون بخدمات، مثلا تحطي لهم ملعب يتطورون بعد، محتاجين خدمات نفس هاي. لا تقولهم مش محتاجين، يبون يلعبون، يبون كرة سلة، يبون قدم، يبون هالأمور، يبون نحط لهم هني بعدها صناعية هاي. بني عندهم بعد شوية، بنيهم. فالمنطقة هاي الكثافة العالية. انزين، شو الفرق بينهم؟ المناطق الصغيرة يرضون بالتعليم البسيط، بالمواصلات البسيطة، ما يسوون زحمة وايد، ما يسوون هالسوالف، بس ما بيكون عندك عدد سكان كبير، فما بيكون عندك تطور كبير، ما بيكون عندك مدخول أكبر. المنطقة الكبيرة الكثافة السكانية العالية حلوة، بتجيب لكم ناس وعدد سكان كبير، بس بتحتاج خدمات وايد، بتحتاج مستشفيات وأكثر وشرطة أكثر، وبتحتاج ناس متعلمة أكثر. يعني إذا هذا بيتطور كمنطقة هذا، لأن في ناس متعلمين عنه، يحتاج ناس متعلمين متعلمين أكثر. مثلا شوفوا هذا هو، اثنين متعلمين وذا تعليم عالي، ثمانية عنده يدومون، ثمانية، فيفرق وايد. وحتى هني نفس الشيء، الناس يبون يتعلمون، الناس تبى مدارس، اذا تبى يتطورون لازم يكون عندهم جامعيين. اذا هو بيتطور في عمارة كبيرة ولا برج كبير نفس هذا، اذا ما كان جامعي ولا متعلم وماسك منصب في شركة واحدة من هالشركات مثلا، كيف راح يقدر يأجرها ولا غير؟ انت فكروا فيها منطقيا، يعني عقل المنطقة شوي فكروا. يعني خلني انا، الزحمة هاي مضايقتني ترى، فكرة مضايقتني من الخاطر، بس ما بشوف زحمة، بس مو بعيب اني الزحمة هاي. كلكم على اللفة هاي، ما في لفة ثانية في العالم، ما في لفة ثانية. هذه بالنسبة للمنطقة هاي. المنطقة اللي بعدها الصناعية، وها كله شرح مبسط، اذا محتاجين نشرح اكثر ما نتكلم. شوارع هنا انا حطيت شوارع كبيرة كلها واحدة الشوارع، ما في مشاكل. الصناعية يسوون تلوث خرافي، اذا يعني تعال تلوث، شوف التلوث اللي يسويه، تلوث كبير، ويسوون امراض ودنيا كبيرة، بس هم مصدر البضايع هاي اللي اذا انت محتاج بترول المدينة، محتاج بلاستيك، محتاج اي شيء، محتاجنا خشب غيره حق الصناعات، حق الدكاكين، هم اللي يبولك اياه من برا. لهالسبب كنت انا دائما اقول مهم ان هذا يكون عنده مداخل على الشارع العام، او الدرب مفتوح للشارع العام. ليش؟ لان هذيل اللي هم يبولك كل شيء من برا المدينة، يبولك فالشاحنات ما توقف، زحمة الشاحنات كبيرة. بعدين بنتكلم يوم المدينة تستوي وايد كبيرة، كيف ممكن نتخلص من زحمة الشاحنات؟ أنا زحمة الشاحنات راح تكون جدا مؤذية في المستقبل، عادي تسكر الشوارع كلها الشاحنات. إذا نحن الحين صناعية صغيرة، بتشوف هنا عادي 5 7 10 شاحنات يوقفون، ما في مشاكل. إذا استوى شوي زحمة، شوفوها شوي وقفنا، شوفوا عدد الباصات وهالسوالف، كلهم يبون صناعية. والشوارع العامة دائما افضل ما حد يحط عليها محلات، يعني تخلونه فاضي يمشي الشارع اسرع، لانه ما في حد بيطلع من هني ويسوي زحمة ويسوي لنا ازمة في الدنيا، وخلنا نطور الشارع، مضايقني زحمة، مش هذا، ايوه هذا مضايقني زحمة، خلنا نسوي سلسيدات. فهذه المنطقة الصناعية بتسوي لكم تلوث، بتسوي لكم هالامور، وهاي اللي يتطورون كل ما يكون عندك متعلمين اكثر، كل ما يكون عندك خدمات اكثر، كل ما يكون عندك صحة اكثر. يعني الناس المتعلمة اللي ساكنة فالشخخ والبيوت اللي قبلها بيدامون هني. طبعا في مناطق انا يمكن ذكرتها قبل بحتاج تعليم اقل، فانتوا لازم تشوفون اصلا هذا شو محتاج. شوفوا مثلا هذا محتاج هايلي ادوكيتد، ناس متعلمة تعليم عالي، يبقى 10 يدامون عنده، ما يبقى شو اسمه، ما يبقى ناس اقل، عنده 10 متعلمين تعليم عالي، وفعلا هو استغفر الله العظيم، هو محتاج ناس. انا ضيعت شوي، ناس ثلاثة غير متعلمين، محتاج 10 يقول 7 ثانوية عامة، محتاج 2 مثلا دبلوم، وبس عندك كلها متعلمين بزيادة، لأن عندنا مدارس وايد، عندنا جامعات وايد. اوفر educated، شوفوا ناس متعلمة بزيادة. ف مش دائما إذا تزيد المدارس يكون أفضل لك، في نسبة أنت محتاجها للأسف، يعني ما أحب أقول هالشيء، لكن في هاي كيف اللعبة تشتغل. اذا انت تبى مش كلهم لازم يكونوا متعلمين، لان هاي رواتبهم اغلى، وهذا اذا بنيت انا مكتب هني والمكتب فضى فيه ديوان بيطلعون من هناك. شوفوا كلهم متعلمين بزياده يدومون هني.
المنطقة الأخيرة هي النسخة الثانية من الصناعية. الصناعية هي الاحتياج الثالث مالنا اللي هو هايد مود اندستري. بس الحلو فيها هاي ما تسوي حشرة، هاي ممكن تحطيها وسط البيوت وما تسوي تلوث، بين البيوت تحطي مكاتب، أي مكان تبقى عادي، ما راح تسوي لك مشاكل لا تلوث ولا ازعاج. هني يحتاجون كمية ناس متعلمة أكثر، بس مش بالطريقة اللي أنا مسوينها. أنا لأن مسوي الجيم هذا تجريبي وما في تكلفة علي حتى، يعني فلوس ما تنتهي أساس أنت تشوفون كيف كيفية الشغل الخريطة. لكن في الواقع أنت أي شيء تبني خدمات زيادة معناه تكلفة في الأسبوع بزيادة. تكلمنا عن الموضوع قبل في الكهرباء، ويمكن إذا تبون نتكلم أكثر عن التكاليف وكيف تحسبون التكاليف وكيف الربح يطلع، ممكن نسوي شيء ثاني بعد تهدوه في الكومنت تحت، أنا أتري أشوفه منكم إذا أنتم تبون الصراحة. عندكم الناس هني المتعلمة أكثر، ناس متعلمة هني بالدوام لأن هني طلب التعليم عليهم أكثر. وبعد في منطقة مناطق الزوننج مثلا، إذا يعني هاي باختصار هاي مكاتب شغل أوفيسز، وعندنا ديستركت. قلنا بنتكلم عن ديستركت اليوم. الديستركت بالنسبة للبيوت إذا هي سوي منطقة بس لها اسم أروم أغيرها، ما أعرف أسميها أي شيء، مثلا فريج صويلح مثلا بسميه، هذا بسميه أي شيء عادي، بيفرق معانا فعليا في المناطق الصناعية مش في مناطق ثانية. مثلا هاي منطقة ممكن أحولها بعد ما أسوي لها زون، سويها منطقة ديستركت استغفر الله، ممكن أحولها منطقة أشجار، منطقة زراعة، منطقة معادن، منطقة بترول، أو جنريك اللي هرجعها أصلية مرة ثانية. ما عندي تلوث وايد، عندي موارد هني، مثلا أنا عندي شير في بترول، بعد في بترول مثلا أنا بحول هاي منطقة بترولية، وين صار زون مالي، منطقة بترولية. أوكي خلاص توت منطقة بترولية. هني الزون يحدد شنوع الصناعة. طبعا بندخل في الصناعات والديستركت بروحه موضوع هذا، فما بطول الحلقة وايد عليكم. شوفوا حتى المكان قام يتغير، قام يستوي بمبات بترول، يستوي صناعة بترول. هني يوم تتخصص تنقص الاحتياج للمنتجات البترولية من برا. فإذا أنت عندك مشكلة في الزحمة الشاحنات بعد بشكل خرافي، ها ممكن يخفف الزحمة اللي عليك. خلنا نشوف المناطق هاي لحظة، هي الزحمة الصناعية شوفوا على كثر من داخل، شوفوا الزحمة، شوفوا أنت بس شوفوا بروحكم. فالتخصص يساعدك وايد، تحتاج بترول، تحتاج تشجير، بس الموارد تنتهي. في اوبشن يخلي الموارد ما تنتهي، بس الموارد اللي موجودة تنتهي. يعني ممكن الارض اللي الحين تشوفها خضراء سويناها تشجير، او الحين احنا سويناها بترول لانها تشوف اثار بترول هني، يخلص البترول اللي هني بعدين ما ينتجون بترول خلاص، يطلعون يبندون، او نحطيها نحن منطقة تشجير. بكل بساطة اذا انا بغيرها اصلا ارجع هني مثلا اسويها منطقة تشجير مش بترول، يردون يهدمون كل شيء. بس التشجير ما في تلوث على فكرة، بيهدمون كل شيء، بيبنون مصانع خشب، شوفوا خشب ديكورات مثلا اثاث، هذا بيروح للصناعية الثانية اللي هم محتاجين هالمواد هاي عشان يبنونه، عشان يمدون الناس. لان انت عندك احتياج لشيء معين، دكاكين او شيء، هذا يروح للناس اللي موجودة. الهدف انك تجيب اكثر ناس من الشارع العام ومن اماكن خارجية اساس انك تبدأ تكبر المدينة طبعا. وإذا ما عندك شيء تجيب الناس عشانه، الناس ما راح تيك، وراح تدخل في خسائر اقتصادية. طبعا المكان مش متلوث اللي بعده، تلوث القديم موجود ترى، ما أعرف شو أثره عليه، أتصور بيروح إذا سوينا منطقة تشجير، بس بيأذيهم جدا جدا. حتى أنواع الشاحنات اللي تجي للمكان بعدين بتتغير، الناس اللي هني يشتغلون في الصناعة هاي راح يكونوا غير. طلعت عندي شركة واحدة، طلعت عندي شركة ثانية، شوفوا هذا بعد هذا يشتغل تشجير، هذا يشتري الخشب ماله، يعني يسوون مجموعة صناعتهم يحتاجونهم. بس هو شيء ممتاز يعني. فباختصار هذا هو الفرق بين الزونينج والديستركت، اللي هي انشاء مناطق او انشاء تخصص للمناطق هاي. ونشوفكم في الحلقة الجاية مع شيء جديد، ابغى اشوف منكم تحت شو حابين تعرفون عن اللعبة، معلومات شو ممكن يساعدكم في اللعبة، عشان نوفر لكم في القناة اللي هو دليل تعلم سيتيز سكايلاين. حياكم الله.